يعني مجموعة كبيرة، جميع اللاعبين يقدموا واحد اللياقة بدنية مزيانة وفي صحة جيدة. كنلاحظوا بأن اللاعبين متحمسين وكاين واحد العمل جماعي، والحمد لله كنتمنوا الخير لهذ الفريق. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنشكركم على هذه الاستضافه هذه. كنظن ان بلال بيات هو ابن الفريق ديال نادي القنيطره، وراه الاشاره ديال الفريق ديالو في اي وقت سواء في السراء او الضراء. كنظن ان المشاكل اللي كانت فيها هي من الماضي، وكل شيء دابا مع المكتب المسير. اصلا انا كنت رجعت للتدريب في نهايه الموسم الفارغ. ان شاء الله السنه هذه حنا في واحد الوضعيه اللي ما مولفش عليها فريق نادي القنيطره، اللي هو قسم وطني الثاني. هذه ماشي نهايه العام، بالعكس تقدر تكون بدايه قويه ديال فريق نادي القنيطره، ناسيا ان الفريق تجدد بواحد النسبه ديال 60-70%. كنظن مدرب جديد اللي هو حسن اغني، اللي عنده واحد الخبره في القسم الوطني الثاني كبيره. كنتمنى ان من جميع المكونات ديال فريق نادي القنيطره، سواء المكتب المسير ولا الطاقم التقني ولا الطاقم الطبي ولا اللاعبين، انهم يضامنوا بنجاح باش هذا الفريق هذا ان شاء الله يقدم واحد الموسم رائع. وحنا
كما هضرنا اللاعبين مع بعضياتنا فحنايا عاد ان شاء الله باش نقدموا واحد الموسم اللي يكون في المستوى واللي طلع عليه الجمهور القنيطري اللي كنتمنوا بهذه المناسبه انه يرجع للميادين المستوى الماضي لان الفريق امس بحاجه للجمهور ديالو خصوصا الفريق يعرف ان فريق القنيطري راس المال ديالو هو الجمهور ديالو. كما كعرف الجميع دابا حنا يلاه بدينا التدريب بدينا شويه متاخرين حنا الحمد لله غادي كنشاهدوا باش ملي تكون حنا ما كن زعما كنبريباريوش دوز كاس العرش ان شاء الله باش نكونوا في بطوله موجودين 100% وحتى ماتش ديال كاس العرش حتى هما غادي نخليو بجديه باش نلعبوا باش الا انتصرنا ان شاء الله نبقاو غاديين في لاكور. والاجواء راهي الحمد لله بخير كاينين الجروب راه مجموع خاصة شوية المعاونة من شي وحدين وإن شاء الله يكون هي الخير وغاش تكون إن شاء الله فرقة اللي هي قوية لا تلعب على الصعود إن شاء الله. بدا كل فرح كنت كنتسناها لحقاش الفريق ديالي ديما كان يديا مفتوحة ليا باش نرجع في أي لحظة كنت مستعد ومستعد ندافع على القميص ديالو إن شاء الله أكثر من اللي كنت قبل إن شاء الله نتمنى نتعاونوا كاملين مع الفريق الفريق ديالنا المسؤولين والجمهور باش نرجعوا الفريق للمكانة ديالنا إن شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله التدريب تدوز مزيان مع السي أغني حد الان جروب تبارك الله الحمد لله كاين دراري كاين فرقه ان شاء الله اللي نحاولوا نلعب في هذه البطوله ان شاء الله نتمنى نحققوا في الصعود هذا العام ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنتمنى ان شاء الله هاد التجربة ديالي إن شاء الله يكون في خصص الفريق القنيطري. أنا جيت إن شاء الله التجربة ديالي جيت نعاونهم وكنتمنوا إن شاء الله يكون الصعود إن شاء الله هاد العام. كيف دايرة الأجواء؟ الأجواء جينا شفت الأجواء الحمد لله كاين الشباب مزيانين والأجواء مزيانة الحمد لله كلشي مزيان الفريق ماشي الحمد لله كنتمنى ان شاء الله يكون كلمه ديال الشباب ان شاء الله. تبارك الله مشرفين بعدا نشكركم على الحضور وعلى نتمنى تبلغوا تحياتنا للجمهور النادي القنيطري سيرتو جمهور حلال بويز اللي نتمنى يجي يشجعوا الكاك لان الكاك فارق كبير حرام يكون في هذه الوضعيه وبالمجهودات ديالنا ومجهودات المكتب ومجهودات ديال الجماهير ان شاء الله يمكننا نرجعوا الفريق للسكه الصحيحه الا هو القسم الوطني الاول ان شاء الله. كما شاف الجميع الحمد لله كاين هناك انضباط كما شفتوا كاين عناصر شابه يعني تقريبا قبل 14 ولا 16 لاعب من ابناء الفريق يعني باش ما يقولش كنهمشوا ابناء المنطقه ولا هذه كما شاف الجميع يعني عناصر اللي عندها مستقبل والحمد لله المقابلات الاعداديه بانوا على العلو كعبهم. نتمنى غير اللي
يصبروا علينا ويخليونا نخدموا ان شاء الله. الفريق انا متاكد غادي يوجد واحد الفريق اللي فريق فاتي، فريق اللي تلعب كره حديثه، فريق اللي غادي يمتعهم ان شاء الله. وبالنسبه للوفي ديال الجود تحدثنا عليهم، هو كاين جعواني محمد، هذا لاعب الجيش الملكي وعميد المنتخب كان الاولمبي مع بن عبيشه. هناك بوطويل المدافع توا كذلك، هذا في منتخب فرنكفوني اللي فاز بالميدالية الذهبية. كاين هناك شروق اللي لعب، يعني لعب 30 مقابلة في يوسفية برشيد. كاين هناك زكريا حجوبي لاعب فتح الرباط ولعب توا في قسم وطن الاول مع الفتح الرباطي ولعب معار الاتحاد الخميسات ولعب يعني جل المقابلات. كاين هناك بالدنكير والمرابط اللي تنشوفوا التجربه ديالهم الحمد لله كانت قيل وقال، ولكن مقابله الاعداديه بينوا على علو كعبهم. كاين هناك البرازيلي بصراحه اللي لا خص شويه تصبر معاه ونخدموا معاه فيزيك، اللي غادي عنده واحد الامكانيات فنيه هائله. وكاين العناصر اللي كانت قديمة الحمد لله كاين انضباط، تنشوف حتى ابناء المدينة رحبوا بهاد العناصر لان ديجا تعرفوهم ولعبوا معاهم ولعبوا ضدهم. اذا السي حسن اخر سؤال من خلال النزالات الاعدادية، وكاين يوسف طايري وسط ميدان الشباب التشيري. التركيبة البشرية الحالية السي حسن يعني هل بالمقدور ديالها يعني تضاهي اندية القسم الثاني وبالتالي تحقيق يعني امل جمهور القنيطرة هو العودة للقسم الاول؟ بطبيعة الحال رغم البداية متأخرة، يعني احنا الوحيدين اللي بدينا تقريبا شهر على الفرق الاخرى، الاغلبية دارت انتدابات دارت الاعدادات، ولكن الحمد لله في الدوسمان بان بان كاين هناك كما شاف كاين لاعبين، يعني خصنا العمل وخاص الخدمه وخاص الصبر، خصنا غير نصبروا مع العناصر ونشجعوهم ونحتضنهم وان شاء الله غادي يحقق.